أشرقي يا شمس إنا باشتياق للصباح، يومنا يوم جديد شق أثواب الكفاح، غنت الأطيار لحنا عانقت وجه السماء، تبعث الشوق إلينا عبر ألحان الغناء، كلنا فأل جميل ووئام وسلام، ننشر البشرى بفجر جاء من بعد الظلام، يوم جديد ينشر البشرى بفجر جاء من بعد الظلام. صباحكم مشاهدينا الكرام بكل خير، واهلا ومرحبا بكم في إطلالة متجددة عبر برنامجكم يوم جديد، من خلال ساعة نطل عليكم فيها بالعديد من الفقرات المنوعة كالمعتاد. اليوم بإذن الله مشاهدينا الكرام سيكون ضيفا علينا في قهوة الصباح الأستاذ زياد روغنجي، سيتحدث لنا عن برنامج البراندينج وما هو البراند أو البراندينج، كيف أيضا المسمى العربي لهذا البرنامج، غيرها من بعض المحاور التي ستكون معنا في قهوة الصباح الأولى. سيكون أيضا من ضمن فقرات يوم جديد فقرة الراصد المعتادة من الزميل عبد الرحمن بوزير، والذي يرسل لنا عبر هذه الفقرة يعني ما تناقته وسائل التواصل الاجتماعي تويتر فيسبوك أيضا الواتساب وغيرها، سيكون بإذن الله في هذه الفقرة فقرة الراصد. في جلسة المستشار الأخيرة ضيفنا في هذه الجلسة الدكتور محمد زبيدي ستحدث لنا عن العلاج السلوكي وإلى غيرها من الفقرات، لكن قبل هذا وذاك خير ما نبتدئ به هذا الصباح إشراقة قرآنية. يوم جديد كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. الله عز وجل يخبر عن كتابه الكريم هنا كتاب أنزلناه، بأنه أنزله وهو كتاب مبارك، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. فالله عز وجل أنزل هذا الكتاب لنتلوه ولنتدبره أيضا. فالإنسان يتدبر القرآن بعد أن يعيش مع القرآن تلاوة وحفظا، ثم بعد ذلك ينتقل إلى التدبر بعد أن يكثر من تلاوة القرآن. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فالذي يكثر من التدبر هو من أهل العقل الراجح، ولهذا يقول الله عز وجل وليتذكر أولو الألباب، واللب هو العقل، فأولو الألباب هم أصحاب العقول الراجحة الذين يعرفون ما ينفعهم مما يضرهم. فالإنسان الذي يعيش مع القرآن ويتدبر القرآن هو الذي يعرف ما ينفعه مما يضره، فالقرآن هو السعادة وهو الحياة في هذه الدنيا. فالله عز وجل أنزل هذا القرآن لنعيش به ونأنس به. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. فالإنسان يبدأ بكثرة التلاوة، كثرة القراءة، محاولة الحفظ، ثم ينتقل بعد ذلك إلى التدبر، والتدبر يدخله إلى المرتبة العالية وهي العمل والتطبيق. فنبينا صلى الله عليه وسلم كان قرآنا يمشي على الأرض بعد أن أصبح القرآن هو خلقه، كما تقول عائشة رضي الله عنها وأرضاها. فيحرص الإنسان على كثرة التلاوة وكثرة التدبر والتفكر في آيات الله عز وجل، ولا يكون من أهل الغفلة. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فيحرص الإنسان ألا يكون من أهل الغفلة الذين لا يتدبرون القرآن، فالقرآن هو الحياة وهو النور وهو أيضا العلم، كما يقول ابن القيم رحمه الله في نونيته: فتدبر القرآن إن رمت الهدى، فالعلم تحت تدبر القرآن. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته، والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يوم جديد انشر البشرى بفجر جاء من. أهلا بكم مرة أخرى مشاهدينا الكرام، وأهلا بكل من انضم معنا في هذه الحلقة من يوم جديد. الآن إلى قهوة الصباح الأولى، وحلقتنا في أو موضوعنا في قهوة الصباح عن البراندينج
ضيفنا في هذه الفقرة هو الأستاذ زياد دورقندي، مستشار براندنج وأيضا مدير عام مجموعة إن يونايتد، باسمه جميع أرحب بي. حياكم الله أستاذ زياد. الله يبقيك وخليك. الله يرضى عليك أستاذ، صباحك. الله يكرمك. طبعا البعض يسمع براند أو براندنج يعني يستغرب من هذا المسمى. أول شيء خلينا نتعرف عليك كعلم، ما هو علم البراندنج؟ باختصار البراندنج هو عملية بناء البراند. عملية بناء البراند اللي احنا بنسميه اليوم الماركة. طيب، فهي عملية بناء البراند، هي عملية، هي بروسس زي ما يقولوا. لها تسمية باللغة العربية أو معنى؟ طبعا أول شيء نرجع للأصل اللي هو كلمة براند. كلمة براند أساسا هي كلمة ما هي إنجليزية، هي كلمة مصطلح أخذوه من لغة، من اللغة الإسكندنافية القديمة، من كلمة اسمها براندر. براندر تعني الحرق بالنار، الحرق بالنار للتمييز. فكانوا يحرقوا الحيوانات بالنار أو يكوها بنكوات. أيوة. النار عشان يميزوها عن غيرها. هو اللي صار عند أكثر المواس يعني أصحاب المواس يعني. بالضبط، اللي هو طبعا هذا الموضوع إحنا نسميه الوسم. الوسم بالضبط. الوسم، فهي فعلا العملية هذه بدأت إنه هو الوسم عشان يوسم الحيوان ويميز إنه المواشي هذه حقته حقت كذا. أيوة. فبدأ الموضوع من هنا، فكلمة براند جاءت من كلمة براندر اللي هي أصلا تعني هذا الموضوع. أيوة. فتطورت بعد كذا، تطور البراند وأصبح يعني أكثر من مجرد الوسم هذا أو الشعار اللي كان محطوط أو العلامة اللي كانت موجودة، وأصبح ما هو عليه اليوم. لكن طبعا الوسم المفروض كان يكبر كمان معانا ويتطور، بقي محله يعني، ما حد طوره كعلم وكذا. وبعد كده ظهر علم البراند. أصبحت كلمة محدودة أصلا، كلمة الوسم أو معنى بالضبط شيء واحد. أي، رغم أنه هي والبراند بدأوا يعني المفروض أنهم زي بعض، المفروض أن يكون البراند هو الوسم، وهذا اللي احنا بنقوله اليوم، انه البراند المفروض يكون هو الوسم. في نفس الوقت انه ظهر علم البراندنج اللي هو عمليه بناء البراند. لكن للوسم الان ايش العلم المفروض المقابل، او اللي هو زي ما نقول المصطلح المقابل للبراندنج، للبراندنج. ايوه، هذا اللي تكلمت انا فيه. كانت في دراسه صارت في نيويورك، الدراسه هذه كان عمرها سنين طويله، قالوا انه اول من بدا عمليه الوسم هذه هم الفراعنه. ايوه، المصريين القدامى. وبعد كذا استشهدت بايات من القران الكريم فيها كلمه معنى الوسم، وفيها السمه، وفيها كذا. المعنى له نفس اسلامي نقول. هي طبعا لا اكيد يعني عندك الايات موجوده، الله عز وجل عندك هذكر بعضها اللي هي طبعا الايه الاولى، سنسمه على الخرطوم، سنجعل له علامة فارقة على أنفه كذا، سنسمه على الخرطوم. بعدين في سيماهم في وجوههم من أثر السجود. بعدين في تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافة، تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافة. في الخيل المسومة، في الملائكة المسومين، يعني في آيات كثير فيها ذكر الوسم والسمة وكذا. فطبعا رجعت المراجع المعاجم وطلعت، شفت المصدر حقها، كلمة وسم من وسم يسم، وسما فهو واسم والمفعول به موسوم، وجمعها وسوم. لكن حاولت أطلع حاجة كمصدر لكلمة براندنج، لأنه بما أنه براندنج هي عملية بناء البراند، فإيش هي عملية بناء الوسم؟ فطلعت كلمة عربية من 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 على وزن إفعال من نفس المصدر وسم، ومن كلمة وسم اللي هي إيسام. 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 فالإيسام هي عملية بناء الوسم. هي الآن أصبحت تعتبر إيسام براندنج. براندنج. هي نفسها بالإنجليزي. لأنه هي بروس، البراندنج هو زي ما يقولوا بروسس أو عملية تبني من خلالها البراند. فالإيسام هي عملية تبني أنت من خلالها الوسم. جميل. عرفت كيف؟ جميل، حلو. أي. طب خليني أدخل معك يعني في التخصص، وممكن أتعرف أيضا على أهمية مثل هذه الإسام أو البراند. وأظن لك يعني عبارة شهيرة أنا عجبتني اللي هو البزنس يموت مع صاحبه. أي. والبراند يعيش مع الناس. أي. هذه الحقيقة كانت في يمكن في محاضرة في الغرفة التجارية في مكة مع أخوي الأستاذ أسامة نتو، كنت ضيف على آخر حلقة من محطات الأعمال، فكنت بتكلم مع اللي هم خلينا نقول الشباب رواد الاعمال عن موضوع بزنس ولا براند. ايوه، يعني بزنس ولا وسم، ايش هل في فرق بينهم؟ البزنس اظن صناعه اسم فقط. أيوة. اسمك الشخصي ولا فعليا هو في اكيد في جزئيه من كذا، لكن دائما حنقول ايش البزنس،
جبت لهم مثل انه جبت لهم شخصيه معروفه، قلت لهم مين هذه الشخصيه؟ فقالوا لي عادل امام الممثل. حلو. قلت لهم طيب مين هذه الشخصيه الثانيه؟ ما حد عرفها. فجيت قلت لهم هذا عادل امام وهذا عادل امام، هذا عادل امام ممثل وهذا عادل امام تاجر، هذا عادل امام مليونير وهذا عادل امام ملياردير. ايوه شايف، هذا عادل امام مشهور وهذا عادل امام مش مشهور. مش مشهور، لكن ضربت مثال انه هذا بزنس وهذا براند، هذا براند مشهور يبقى، هذا لو انتهى ما حد يعرفه. فبالتالي اقول انه البزنس ممكن يكون ناجح جدا، ما بقول بزنس العكس، تبني لما تبني البزنس قد يكون البزنس يدور عليك مليارات، لكن البراند يبقى مع الناس يعيش. عشان كذا نقول البزنس يموت مع صاحبه والبراند يعيش مع الناس، لانه احنا اليوم بنشرب براند، ناكل براند، بنلبس براند، بنسوق براند، بنستعمل براند، كل حياتنا اصبحت محيطه بالبراند. ما نعرف ممكن صاحب البراند نفسه، اي ما تعرف مين ممكن صاحب البراند، لكن في الاخير عاشت مع الناس. صحيح. بينما ممكن يكون بزنس يعني خدمك طول حياتك وانت ما تعرف انه هو اساسا موجود ولا تعرف حتى اسمه. ايوه صح. فبالتالي هذا اللي اقوله انا، انه انت لازم الانسان يقرر، هل انا طالما انا حكون رائد اعمال، هل انا نيتي اني انا ابني بزنس، وبالتالي حكون عندي الاوراق الواضحه اللي المفروض اسويها للبزنس، ولا نيتي اني اسوي براند. فاذا بسوي براند في شروط وقوانين انقل عليها ومن البدايه ابدا فيها صح. حلو. عشان اكون براند للمستقبل. البراند ياخذ وقت عشان ينبني. طيب ممكن اللي افهم منك انه البراند اقوى شهره واقوى اتساعا، يعيش مع الناس اكثر. صحيح. من البزنس. خلينا ناخذ بعض الشروط، يعني ممكن الشخص اللي كان يمكن يفكر بزنس الان ممكن يفكر براند، بعض الشروط الرئيسيه اللي تجعله يتحول من بزنس الى براند. والله شوف، هي تقريبا يعني خلينا نقول اربع مراحل، اربع شروط رئيسيه تكون موجوده، من اهمها استراتيجيه، وجود استراتيجيه للبراند. استراتيجية هذه أو خطة استراتيجية للبراند تختلف تماما عن خطة البزنس. حلو. أو خطة العمل. لما أبغى أبدأ عمل طبعا أسوي حاجة يسموها البزنس بلان أو ورقة العمل اللي مفروض أن أبدأ فيها وأحط فيها حتى دراسة الجدوى وكذا وكذا. لا، هنا يختلف الموضوع. الموضوع هذا ثابت وموجود، لكن نزيد عليه حاجة اسمها استراتيجية البراند اللي يتم عن طريقها دراسة أول شيء للسوق كامل. حلو. سوق اللي أنت مستهدفه، دراسة المستهدف، في اشياء معينه لازم تكون زي ما يقولوا ايش، نقاط رئيسيه تكون تبحث فيها. جميل. في السوق. بعد كذا تسوي حاجه اللي هي الخطه الاستراتيجيه، انك كيف حتسوي هذا الاسم او هذا الوسم، تصنع اسمك. اي كيف حتسوي هذا الوسم اللي انت تبغى تبنيه وتسوي له عمليه الايسام كامله، وبعد كذا زي ما قلنا تسوي الاستراتيجيه والخطه، بعد كذا تبدا في اختيار الاسم. هل اسمك مناسب اصلا انه يكون براند او وسم ولا لا؟ اختيار الشكل العام، شعارك، الشكل، الاخراج والتنفيذ، هذا الشيء الثالث. واخر شيء التسويق والمتابعه. لازم يكون عندك خطه تسويقيه صحيحه للبراند عشان او للوسم عشان تقدر انك توصله للناس. جميل. أي. حلو. طيب انا خليني اخذ يعني حتى يكون الصوره اكثر يعني وضوحا للمشاهد، يعني من النماذج نقول البراند اللي هو براند ابل. واظن كان لك يعني ممكن اكثر المشاهدين تابع بعض اللقاء اللي كان معكم مع مصمم ابل. صحيح. خلينا نتعرف على البراند اللي صار يعني مع ابل شخصيا. والله شوف، هي كانت قصه. طبعا احنا كنا اشتغلنا في شركتنا، احنا كان يونايتد عندنا شركه خاصه بالبراندنج اسمها انديزاين. اشتغلنا على مع جهه حكوميه على عمل كبير حقيقه، اخذ مننا العمل ما يقارب سنه. عشان يخلص. فبعد كذا بدأت حبيت اني انا ادخل في اشوف رأي شخص عالمي شوية، يكون زي ما يقولوا ايش، يعطينا رأيه في المشروع ككل، لانه كان صراحة مشروع كبير. فسبحان الله بحثت لمدة اسبوع اسبوعين على هذا الشخص. انا ماني عارف هو موجود وحي ميت، ما اعرف الحقيقة ايش وضعه. فسبحان الله لقيت ايميل وارسلت له. القصة بدأت من هنا، انه من ثاني يوم لقيت رد من عنده يقول لي انا جاهز لاي شيء تحتاجه وارسل لي طلباتك. فطبعا كانت بالنسبه لي فرحه شديده، لانه الرجل اصلا بيرد وموجود وفي نفس الوقت يعني يوم ما يعتبر انه شيء كثير. يعني صحيح. فارسلت له فعلا الـ 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 زي ما يقولوا البروجكت كامل، مشروع كامل، ورجع رد علي بعد 3 ايام بايميل وشافي وافي في كل حاجه عن المشروع. وكان الحمد لله بيمدح فيه كثير وبيثني عليه كثير.
شيء هذا خلانا طبعا في الشركة كلنا الشباب الحمد لله الله يعطيهم العافية هم مو أخوان هم شركائي دائما في النجاح يعني فدائما كانوا داعميننا على طول. فنقول اللي صار بعد كذا اني قررت اني اقابله في شيكاغو ورحب بالموضوع هذا. فقابلته في 14 ابريل 2013 طلعت على نيويورك بعدين طلعت على شيكاغو. كان في عندنا مؤتمر عالمي للبراندنج حضرته وبعد كذا تقابلت مع مصمم شعر ابل اللي هو اسمه روب جانوف في شيكاغو وقعدنا مع بعض تقريبا لمده 6 ساعات ما شاء الله. اي والله ووقتها انا على السوشيال ميديا كلمت يعني قلت اللي عنده سؤال يسالني عشان اسال الرجل. فالحقيقه جاتني اسئله كثيره ما يقارب 60 سؤال ما شاء الله ففلترتها كلها وبديت الرحله معاه ماشيين على الاقدام يعني في شيكاغو. وبديت اسال كيف بدات ايش صار كيف يعني قصه ابل من القصص اللي ما تكرر ما مو دائما تلقى زيها يعني. فاخذت منه حقيقه مفيد وزي ما يقولوا كان في دائما ملابسات واشياء وعلى ابل وعلى البراند وكيف بدا وكيف وش يعني التفاحه وليش مقطوع من اليمين ما هي من اليسار وايش الفكره حقتها. فالحمد لله التساؤلات هذه كلها موجوده في اللقاء واخذتها من فم الرجل اللي صممها يعني. يا سلام. فالحمد لله كانت برضو خطوه رائعه. جميل. طيب خلينا اتكلم برضو عن جانب من نجاح البراند. اركان هناك اركان رئيسيه ممكن نقول هي اركان رئيسيه حتى تجعل البراند او الاسم ناجح للشركه او الهويه ايضا بقى اثره عند الناس موجود وعيش بين الناس. صحيح هناك اشياء رئيسيه للوسم او للبراند. من أهمها حاجة نسميها إحنا وعد الوسم أو وعد البراند أو اللي سموها بالإنجليزي البراند بروميس. أنا إيش بوعدك؟ أنا كبراند موجود هنا اليوم إيش بوعدك؟ طيب بقول لك إيش عن نفسي؟ وهذه من الأشياء اللي نجحت كثير من البراندز أحد الأسباب اللي نجحت كثير من البراندز الموجودة اليوم في العالم. لأنه جات للناس برسالة واضحة وبتقول لهم أنا هنا عشان هذا السبب. فالوعد هذا اللي هم بيعطوه بيتحسب عليهم طبعاً فيبدأوا ينفذوه. ويبدأ تنفيذه على مستوى كبير. يعني مثال سريع شركة مثلا فيدكس. فيدكس كان الوعد حقها انه الطرد حقك سيصل للمكان اللي انت تبغاه في يوم وليلة. وبدأت فعلا فيدكس تنفذ هذا الموضوع من جابة فليت طيارات جابت كل ما تحتاجه لتنفيذ هذا الوعد. فأول شيء موضوع الوعد هو جدا مهم. الأهم من أظن التنفيذ أكيد لأنه أنت بتقول وعد أكيد عندك تحقق وتوفي فيه فالوعد. بعد كذا في عندك شيء جدا مهم من ركن جدا مهم اللي هو يسميه إحنا تجربة البراند أو البراند إكسبيرينس. تجربة البراند هذه تعتمد على أربع أشياء رئيسية: المنتج أو الخدمة نفسها، المعلومات اللي بتعطيها أنت عن المنتج هذا، البيئة المحيطة اللي بيباع فيها هذا المنتج أو بتكون فيها هذه الخدمة، وآخر شيء اللي هو السلوك التعامل حقون الشخص الناس الممثلين لهذا البراند. لأنه هذه الأشياء كلها تأثر فينا إحنا في تجربتنا. ممكن أنت تدخل محل ما يعجبك السلوك، ما يعجبك الجو العام للمحل، ما يعجبك هذا، فتخرج وما تشتري شيء. صح بالضبط. والعكس صحيح، تدخل حتى بحنا الالوان ومن الالوان لها دور والاضاءه. هذه هي البيئه المحيطه. صح. نسميها احنا البيئه المحيطه الانفايرمنت. ضروري انها تكون مدروسه عشان نحقق حاجه واحده اللي هي تجربه البراند او تجربه الوسم. طيب خليني نقول يمكن بعض المصممين الان يتابعونا او المهتمين في هذا الجانب بجانب الهويات او الاسم، ايش ممكن يعني نقول نصائح ممكن توجهها لهم يعني للدخول في هذا المجال، مجال البراند، التصاميم، الهويات؟ طيب انا اهم شيء هنا نبغى نفرق بس ما بين مجال التصاميم لانه المصمم في عندك مجال التصاميم وفي عندك مجال البراندنج. ايوه. اللي هو مجال الاسم. ايوه. هذا شيء وهذا شيء، صح يكملوا بعض. لكن التصميم هو جزء تحت البراندنج. تحت البراندنج. البراندنج هو امبريلا كبيره او زي ما يقولوا مظله كبيره، يدخل تحتها التصميم، التسويق، يدخل تحتها اشياء كثير. فنقول للمصممين بالعكس استمروا زي ما انتم، لكن حاول دائما يعني انت كونك كمصمم تعرف تستعمل الادوات والبرامج وكذا. دائما لا يعني انك انت وصلت لمراحل انك كيف تسوي براند او كيف تبني وسم.
لا هذا انت بتصممه قاعد، انت في مرحله من مراحل بناء هذا الوسم او هذا البراند، فلازم تتطرق الى المراحل الاخرى تعرفها، عرفت زي ما قلنا بدايه وكيف المفروض تبدا، ايش البدايه الصحيحه، حتى في التصميم نفسه في عندك توجهات، وفي عندك في حاجه سجلتها انا في الخليج باسمي اسمها سميتها عجلات البراندنج. عجلات البراندنج هو بروسيس سريع كذا بياخذك من كيف تبدا الى النهايه، وهذا ان شاء الله اذا ربنا احيانا يكون في كتاب اخر ان شاء الله. انا عندي كتاب ان شاء الله نازل دحين قريب اسمه الإيسام برضو بالعربي حيكون اول كتاب عربي عن البراندنج بس بالمفهوم العربي اللي هو الإيسام. طيب خلينا معلش انا داير بالي السؤال، يعني البعض يعني اذا وجد يعني مصطلح انجليزي ممكن ما يحتاج انه يعرب او يبحث في مجال تعريب وما ادري، خلاص يكتفي انه يعني اسمه خلاص يكتفي انه صحيح. اسم انجليزي براندنج، ايش اللي خلاك تبحث وتدور وتحوله من وسم الى إيسام؟ لانه هذه الحقيقه كانت لان في لي في مجالي 15 سنه من 15 سنه وهم دائما يقولوا اسمع لأن كل اللي حواليه يقول يا اخي البراندنج هذا ماله اصلا كلمه عربيه، ماله مصطلح عربي، ماله مصطلح عربي، وكانوا الناس ياخذوها احيانا بسخريه ترى مش هذا. فالشيء الحقيقه هذا خلاني من ضمن بحثي في كتابي خلاني ادخل في الموضوع انه كيف لا اوجد الكلمه العربيه اللي هي الإيسام، كيف اطلع كلمه إيسام لتكون هي المرادف لمصطلح براندنج بالعربي. الهدف في الموضوع الحقيقه انه احنا نقول شوف لغتنا العربيه ما هي لغه فقيره، لغتنا العربيه لغه ثريه جدا، لكن احنا المفروض نطورها معنا، هي قابله جدا للتطور، هي لغه ابداعيه جدا احنا اللي لازم فعلا نوجد فيها. فلو انا بحثت في مجالي ولقيت مثلا وطلعت كلمة الإيسام كمصطلح كل واحد فينا ممكن يبحث في مجاله وحيلاقي شيء، حيلاقي شيء، لأنه عندك القاموس الإنجليزي فيه تقريبا ما يقارب 1000 كلمة من أصل عربي، 1000 كلمة من أصل عربي، وهذه 1000 توزعت كمان إلى آلاف أخرى. فبقول لك ليش يعني إذا إحنا حنخجل والله من لغتنا ونقول والله بالعكس لغتنا هي إحنا عارفين إيش هي الحقيقة. فعشان كذا أنا والله سعيد جدا فيك أستاذ زياد، ممكن الدقائق كانت بسيطة لكن إحنا تعرفنا اليوم على علم جديد عن البراند، وإن شاء الله تجمعنا لقاءات قادمة يا رب. الله يرضى، شكرا لك. الله يرضى عليك. قهوتي بس ما جاء قهويك على روسنا وغديك اليوم بعد البرنامج. الله يخليك، تسلم. إذا هذا ضيفنا الأستاذ زياد ورنجي كان معنا يتحدث عن جانب من جوانب الفنية علم البراند، منها مباشرة إلى مختارات اليوتيوب، وهذا المقطع بعنوان أحسن الظن بالله، ثم نعود إلى فقرة الراصد. يوم جديد. يوما ما ستغرد الطيور فرحا وتحلق في أفاق السعادة، وعلى ذلك النغم حتما ستتراقص الأزهار ويفوح شذا أطيابها ليضفي على الكون عبيرا أخاذا، ويختلط أريجه برائحة الغيث المنهمر، تلك السحب ستمطر ليولد على قطراتها ربيع الأمنيات. هناك وتحت تلك الشجرة سأضحك عاليا، سأشنف الأسماع بصوت شجي، سأتمايل طربا، كيف لا أفرح وأنا أمرح في بستان التفاؤل، وأقطف ثمار الصبر وأرتوي أثواب الأمل بالله. خلف تلك التلال ألقت الشمس أشعتها من بين ركام الغيوم، وتسابقت الطيور لتعزف سمفونية رقيقة تعانق خرير شلالات النجاح، وتخبر بأنه آن الأوان ليعلن الربيع قدومه، لتبتهج الدنا ويندفر الأسى. حتما سيأتي ذاك اليوم، فقط كونوا على يقين، أحسنوا الظن بالإله، تفاءلوا خيرا لتجدوه، أخلصوا نواياكم بالدعاء والرجاء، تأملوا، ادعوني أستجب لكم، كرروا فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، ولا تنسوا أبدا أن مع العسر يسرا. بقلم شجن الذكريات. يوم جديد انشر البشرى بفجر جاء منه.
بعد الظلام. حياكم الله مشاهدينا الكرام مرة أخرى، وأهلا بكل من انضم معنا في هذه الفقرة. الآن إلى فقرة الراصد مع الزميل عبد الرحمن بوزير الذي رصد لنا يعني جانب من مواقع التواصل الاجتماعي. نبدأ بتويتر، ويمكن من أكثر الهاشتاجات الأكثر نشاطا على مستوى العالم وليس على المستوى المحلي البارحة في تويتر هاشتاج آيفون 6، والذي احتوى على أكثر من 500,000 تغريدة تتحدث عن مؤتمر شركة أبل الذي أقيم البارحة في سان فرانسيسكو، وتم كشف اللثام فيه عن آخر منتجاتها. طبعا كاميرا المجد كانت حاضرة كما تشاهدون الآن في الصورة مع الزميل الأستاذ علي العزازي، كان موجود في قلب الحدث وتواجد في هذا المؤتمر الخاص بالإعلان عن آيفون 6 بجهازين مختلفين، شاشة صغيرة وشاشة كبيرة. طيب أيضا مشاهدينا الكرام، يعني في فقرة الراصد ومن التغريدات أيضا التي حققت أكثر من 800 رتويت أمس، تغريدة للشيخ الدكتور ناصر العمر كتب فيها، يقول طالب علم حج بأبي رحمه الله فور بلوغي، وحججت بأولادي أول ما بلغوا ووجدت لذلك بركة عظيمة، تعجلوا الحج فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له. هذه التغريدة طبعا للدكتور ناصر العمر، وممكن ذكرها اقترابا يعني لموسم الحج. أيضا مشاهدينا الكرام من فقرة الراصد ومن الصور التي حققت أكثر من 1400 إعجاب على حساب الفيسبوك يوم أمس، صورة الحدود بين دولتي ألمانيا وهولندا، حيث تظهر الصورة شخصين على اليمين وعلى اليسار كما تشاهدون أمامكم الآن على الشاشة. فإذا كنت تقود سيارتك على اليمين فأنت في ألمانيا، أما إذا كنت على اليسار فأنت في هولندا، يعني أقل من ثانية وأنت بين الدولتين، تزور دولتين في ثانية واحدة. هذا ممكن عنوان يعني جديد. طيب إذن مشاهدينا الكرام، هذه يمكن الجولة السريعة حول فقرة الراصد مع الزميل عبد الرحمن بوزير. الآن إلى هذا النشيد، ثم نعود للفقرة الأخيرة، فقرة جلسة المستشار. يوم جديد شكور سافر مع الأذكار حي أسفارا الكون بأسرار دانات البحور أحد عرف مكنونها وسرها غير اللي جرب ذكر مولاه الشكور سافر مع الأذكار حي أسفارا فاتح لك أبواب السعادة كلها تبقى بذكرى نور مزدان بنور والبهجة فايح من لسانك عطرها محلى حياتك في حمارة بن غفور فاتح لك أبواب السعادة كلها تبقى بذكرى نور مزدان بنور والبهجة فايح من لسانك عطرا أذكر المولى وعانق السرور واسبح بأفضل
يحميك من الذلات ومن الشرور. قوم اذكر المولى وعانق السرور، واسبح بافضال ابد من عزاها. طمن فؤادك وابن باللي ما نسور، يحميك من الذلات ومن شروره. حياكم الله مشاهدينا الكرام، واهلا بكل من انضم معنا في الفقره الاخيره جلسه المستشار. وحديثنا في جلسه المستشار عن العلاج السلوكي. ضيفنا هو الاستاذ محمد زبيدي، مستشار في العلاقات الزوجيه ورعايه السلوك. باسمكم جميعا نرحب بحياكم الله استاذ محمد. هلا الله يحييك، شرفت ونورت. الله يشرف قدرك. الله يرضى عليك. احنا بنقول العلاج السلوكي، خلينا نتعرف على السلوك اولا. ما هو السلوك؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين، سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. السلوك هو كل ما يصدره الإنسان من قول أو فعل أو شعور. جميل. قول أو فعل أو شعور. القول والفعل والشعور يطلق عليها العمل. الله سبحانه وتعالى يقول فقل اعملوا. فعمل الإنسان في عندنا أعمال جوارح وفي عندنا أعمال قلبية. فكل هذه الأعمال تسمى سلوك. السلوك يعرف على انه هذه اشكالها، يعرف السلوك على انه ما يصدره العقل الباطن في اللاشعور عبر الزمن. جميل. نعم. فالسلوك تكرار السلوك، اذا الانسان كرر سلوك معين يتحول الى عاده. ايوه. فالعادات هذه ممكن تكون عادات ايجابيه ممكن او تكون سلبيه. عادات سلبيه. العاده الايجابيه هي العاده اللي تبني الانسان، والعادة السلبية هي العادة اللي تهدم الإنسان حتى وإن كان فيها متعة في ممارستها. الإنسان يطلق عليه مخلوق العادات. فنحن نبني عاداتنا أو تبنى لنا عاداتنا، وما يعيش الإنسان من غير عادات. طبعا. ومن ثم عاداتنا تبنينا أو تهدمنا، هذه المعادلة. فالإنسان بعد عملية البلوغ والإدراك يبدأ يصنف عاداته، يشوف إيش العادات الإيجابية ويحافظ عليها، إيش العادات السلبية ويبدأ هو يغيرها. وهذه النقطة كثير من الناس ما هم ماخذين بالهم منها، يعتقدوا أنه الإنسان خلق هكذا ولا يمكن أنه يغير. يعني في ناس عندهم قناعة أنه ما يغير، إنما الحقيقة هي الأمر بالاختيار. الإنسان يستطيع أن يغير عاداته. فإذا ظهر سلوك عند الإنسان سلبي بدأ يشتكي منه، ينصح عادة أنه الإنسان في الثلاثة الأسابيع الأولى، يعني لأنه عملية التغيير في الثلاثة الأسابيع الأولى عملية سهلة تكون. عملية سهلة. إنما بعد ثلاثة أسابيع تصبح عادة. إذا أصبحت عادة ممكن تخش في ممارسات لا واعية، تبني رواسب أو تبني مشاعر سلبية، أو تبني أحيانا إذا كان الإنسان تعرض إلى ضغوط سواء عملية أو ضغوط في الأسرة تبدأ تدي أعراض فيزيائية. فيزياء تبدأ تظهر أعراض على الجسم، بالإضافة إلى الآلام العاطفية. كثير من الأعراض اليوم زي الصداع المزمن أو الشقيقة أو قضم الأظافر أو أحيانا آلام في المفاصل أو أرق في النوم أو العصبية المزمنة صح. أو القهر أو الجلد الذات أو تأنيب الضمير أو الخوف أو القلق أو التوتر أو ارتفاع ضغط الدم أو السكر، خلل. هذه نستطيع نقول إنها مصادر ولا ممكن؟ هذه أعراض. 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 أوه. هذه أعراضها. طيب إيش هي المصادر اللي تنتج منها السلوك؟ ممتاز. في عندنا مصادر للسلوك وفي عندنا مولد للسلوك. مصادر السلوك يسموها باللغة الإنجليزية تريبل إيز، اللي هي environment, education and experiences، اللي هي خبرات الإنسان السابقة. تعليم الإنسان السابق سواء كان تعليم رسمي أو تعليم غير رسمي، وكل البيئات اللي عاش فيها. سواء كان بيئة اجتماعية أو بيئة دينية أو سياسية، الحياة اللي عاشها السابقة، تاريخ الإنسان، هذه تسمى مصادر. مولد السلوك تفكير الإنسان. مصادر تشكيل السلوك تؤثر على البشر كلهم، كل البشر يتأثروا منها. إنما في نوعين من الناس بعد التأثير. ليش الناس تتأثر؟ لأنه نستخدم حواسنا الخمسة، في أحاسيس في الجسم، في خمسة حواس، فعملية التأثير تتم. إنما بعد عملية التأثير في ناس سلوكياتهم تتشكل من المصادر. حلو.
حلو. وفي بعض الناس لا، هو اللي يقرر ايش السلوك اللي يختاره منه، وهنا التميز ان تكون سلوكياتنا من اختياراتنا. انت تتحكم فيها انت بالذات. احنا نتحكم في اختيار الله سبحانه وتعالى، يقول فقل يعملوا فسير الله عملكم، لان عرفنا السلوك هو العمل، ومن يعمل مثقال ذره خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذره شرا يرى. فالانسان بطبيعه الله سبحانه وتعالى خلقه ليختار، وإذا منع الإنسان أو حرم القدرة على الخيار لأي سبب يرفع التكليف، فهي الصغير حتى يكبر والمجنون حتى يعقل والنائم حتى يستيقظ. إنما الرسالة اللي وصلها للناس كلهم أنه إحنا مسؤولين عن اختياراتنا. الناس تعرف أنه السلوك قول وفعل، بس في جزء من الناس ما يعرفوا أنه المشاعر أيضا سلوك أنا اللي أقرره. فنظرة الإنسان للأحداث اللي تحدث بشكل في حياته اليومية، نظرة الإنسان طريقة تفكيره. معلش، كيف يقدر يستطيع يتحكم في مشاعره ما دام تكون منه مثلا سلوكه في الأخير؟ ممتاز، سؤال جميل. كيف أستطيع أتحكم في مشاعري؟ المشاعر تتولد عند الإنسان بشكل تلقائي نتيجة نظرته للموضوع أو تفكيره أو تفسيره للأمر. للأمر. عملية التفسير هذه عبارة عن عادة تشكلت عند الإنسان. أيوة. فالتفسير عند الإنسان يكون تلقائي. فإذا كانت العادة المتشكلة تفسيره للأحداث سلبي تتشكل مشاعر سلبية، إذا كان تفسيره إيجابي تتشكل مشاعر سلبية. الناس تعتقد، جزء من الناس يعتقد أنه المشاعر تتولد من الحدث نفسه. يعني ما بين الحدث وما بين الشعور في تفكير، في القدرة على التمييز هنا الآن. فالإنسان يعني أبغى الأخوان وإخواتي يدركوا أن عملية إصدار المشاعر تتولد من نظرته للأمور. النظرة للأمور أهم من الأمور. النظرة للأمور ممكن تقلب موقف ضعف إلى قوة، تقلب موقف ألم إلى فرحة، أو إلى أقل حاجة إلى تقبل للأمر أو راحة. فإذا كانت الأحداث اللي عاصرها الإنسان إيجابية وكان تفكيره إيجابي تكون المشاعر إيجابية، وهذا قانون الآن. في 4 قوانين للمشاعر حسب الأحداث. إذا كان أول حالة، إذا كان الحدث إيجابي والتفكير إيجابي تكون مشاعر الإنسان إيجابية. أنا أتكلم عن التفكير التلقائي. التفكير التلقائي هذا الإنسان يدرب نفسه عليه، يعني ممكن يغير عملية التدريب عشان يشكل عادة في التفكير. الحالة الثانية، إذا كان الحدث إيجابي، وأقصد بكلمة حدث إيجابي الحدث بطبيعته متنامي أو في زيادة، والحدث السلبي اللي فيه نقصان. فإذا كان الحدث إيجابي والتفكير سلبي، أول كل يفكر معي لأن إيش ممكن تكون المشاعر؟ مشاعر سلبية. هو حدث إيجابي. وحدث إيجابي. مثال، لو أحد أداني هدية مثلا وأنا جالس أفكر إنه إيش قصده؟ هذا يبغى مثلا مصلحة مني أو يبغى يعدي من خلالي لشخص، أو لاحظ الحدث إيجابي الهدية طيبة، إنما التفكير سلبي في مشاعر تكون سلبية. أيوة. أو أحيانا يكون الجو جميل بين الأصحاب، جلسة حلوة، ويفكر في تفكير سلبي آخر ممكن يستحدث الشيء السلبي في الوقت. بالضبط. التفكير هنا في الحالة هذه انت ذكرتها يولد مشاعر سلبية. إذا الحالة الأولى حدث إيجابي تفكير إيجابي مشاعر إيجابية، حدث إيجابي تفكير سلبي مشاعر سلبية. أحيانا يكون حدث سلبي التفكير إيجابي تكون المشاعر هنا إيجابية. إيجابية. مثال، لا سمح الله لو أحد توفى له إنسان، بالضبط. فكان تفكيره انه ثقة في الله وانه هذا خير له وانه يسبقه الى الجنة، سنة حياة ولعل الله يعني يغفر لنا، يكون هنا المشاعر ايجابية. يا سلام. اذا كان حدث سلبي والتفكير سلبي، هنا يصير مشاعر سلبية وكثافة مشاعرية سلبية عالية تؤدي الى حدوث حالة نفسية مباشرة. يعني يصير فيها نوع من الالم. نفس القصة، توفى انسان ما تقبل الحدث، صار عنده نوع من عدم التقبل او نوع من الصخب او نوع من يعني الاشياء هاي. تلاقي كيف اعيش من بعده، هو كل حياتي، انا ما اقدر اعيش من غيره. تلاقي يخش في حاله شعوريه سلبيه، هنا يصير كثافه مشاعريه سلبيه. اذا الكثافه المشاعريه السلبيه هذه استمرت عند الانسان الى حد 3 أسابيع يجب ان يتصل المستشار، لانه بعد كذا تتحول الى حاله نفسيه. اوكي. انما لو يوم يومين 3 أيام هي مرحله وانتهت. العقل الباطني، عقل الانسان ايش يسوي؟ يدفن التجربه هذه. اذا خلال يومين 3 العقل قدر انه يدفنها تنتهي، انما تظل موجوده. ممكن تظهر في المستقبل على بسبب منبهات او بسبب اشياء احنا نقول نسميها انكرز، اللي هي مثلا زي ما واحد يشم ريحه عطر يتذكر موقف اللا شعور. فاي منبهات للحدث الكامن هذا ممكن يثير مشاعر سلبيه في المستقبل. جميل. طيب احنا نقول ايش في يعني يا دكتور علاقه السلوك بالعاده والشخصيه؟ السؤال جميل.
طريقة تشكيلها في العقل عند الإنسان لو أخذناها من الأصل لها تسلسل في العقل. التفكير يشكل القيم والمعتقدات. تفكير الإنسان طبعا. القيم والمعتقدات تشكل الرغبات على مستوى العقل الباطن، مش الهوى أو الشهوة، لا الرغبة، الرغبة في السلوك. يعني لو إنسان عنده قيمة مثلا التعليم عالية تلاقي عنده رغبة أنه يتعلم، لو عنده معتقد وقيمة في الصلاة عالية تلاقي عنده رغبة أنه يحافظ على الصلاة. فالرغبة هذه تتولد من وجود قيمة ومعتقد. قيمة أهمية الأشياء والناس والمبادئ تسمى قيمة. المعتقد فكرة العقل الباطن يربطها أو يعقدها تسمى معتقد. المعتقد والقيمة تولد رغبة، هذه الرغبة تولد السلوك اللي هو القول والفعل والشعور. جميل. القول والفعل والشعور تكراره عبر الزمن، يعني ممارسته تشكل عادة. إذا تشكلت العادة وبدأ الإنسان يمارس العادة هذا بشكل تلقائي تتشكل عنده الشخصية أو الهوية. إذا تشكلت الشخصية والهوية خلاص الآن الإنسان، يعني حتى العلماء في المجال هذا يقول يحدد مصير هذا الإنسان بسبب الشخصية هذه، إن خير خير وإن شر شر. فالإنسان عنده مجموعة عادات إيجابية وسلبية، فعنده مجموعة شخصيات في داخله يمارسها في الحياة إيجابية وسلبية. فالإنسان في الحالة هذه يجلس مع نفسه يشوف إيش عاداته الإيجابية إيش عاداته السلبية، يسأل الناس من حوله، يأخذ منهم تغذية راجعة، إيش زوجته أخته أخوه صديقه، يطلع بقائمة من العادات السلبية أو خلينا إحنا نسميها عادات قابلة للتحسين، فيعمل برنامج أو خطة مدة 3 سنوات أو 4 سنوات حسب حجم العادات هذه، ويبدأ يحط له خطة مع الزمن يحسن من وضعه. فالشخص إذا استطاع أن يختار طريقة تفكيره عبر التسلسل هذا يستطيع أن يقرر شخصيته. فهذا بناء الشخصية. إذا الإنسان قدر يعني يستوعب المنظومة هذه ويبدأ يشتغل على شخصيته، إذا أضاف لها مجموعة أهداف استراتيجية على المدى البعيد هذا كله يسمى توجه عند الإنسان. فبناء التوجهات هي أول مرحلة في صناعة حياة متميزة أو حياة ناجحة وسعيدة. طيب جميل. في جانب آخر ممكن إحنا نحاول نتطرق عليه، يعني جانب الضغوط، الضغوط يمكن النفسية وغيرها من الضغوط العائلية والأسرية أو غيرها من الجوانب، إيش ما تأثيرها تعلقها بالسلوك؟ الضغوط هي عبارة، لو جلسنا نفكر ما هي الضغوط، هي عبارة عن أحداث سلبية زي ما ذكرنا في البداية، في العمل ضغط عمل، ضغط في التعامل، رفعة صوت، شك إلى آخر، هذه كلها تعتبر في التعاملات الآخرين ضغوط. التزامات مادية لا سمح الله، مرض، كل هذه أسباب ضغوط. كيف نتعامل معها؟ بشكل بسيط جدا، إذا الإنسان تعامل معها بطريقة تفكير سلبية، والناس كلها تفهم إيش يعني طريقة تفكير سلبية، إذا الإنسان تعامل معها بطريقة تفكير سلبية صار الحدث سلبي والتفكير سلبي، تظل الحالات تتشكل. إذا كان الضغوط موجودة، لقد خلقنا الإنسان في كبد، ما في إنسان موجود في الحياة بدون ضغوط طبعا، يعني كلنا عندنا التزامات وعندنا. فأهم حاجة في التعامل مع الضغوط، والمفروض كلنا ندرب نفسنا على القضية هذه، اللي هو النظرة الإيجابية للموضوع. النظرة الإيجابية لا تخفي وجود الضغط، إنما النظرة الإيجابية تعلمنا كيف نتعامل مع الضغط حتى نطلع بأفضل النتائج. الضغوطات هذه عسر، تعتبر عسر، يعني من أشكال العسر. الله سبحانه وتعالى يقول إن مع العسر يسرا، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. الشخص اللي عنده نظارة إيجابية، أو عنده، أنا كلمة نظارة أقصد فيها طريقة نظرة للأمور، اللي عنده نظارة إيجابية يستطيع أن يرى الإيجابيات، أو يستطيع أن يرى النور داخل هذه المحن. الإنسان اللي عنده ما عنده نظارة إيجابية يظل تحت ضغطها. الضغوط هذه تتحول عبر الزمن. اليوم كثير من الناس، لو كلنا نلاحظ اللي يسمعوني الآن، في قلق وفي خوف في اللا شعور مستمر، في توتر مستمر، في قلق في النوم، عملية العصبية والسلوك العصبي عند الناس منتشر إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. كثرة الهموم والتفكير فيها، كثرة الهموم والتفكير بطريقة سلبية تولد هذا الكلام. إنما الناس لما تفكر في المستقبل بشكل سلبي، خايفة من الرزق أو خايفة من وتفر في المستقبل، مباشرة يشكل الخوف القلق والتوتر. هذه تعتبر ضغوط نفسية. أنا في ضغوط خارجية وفي ضغوط نفسية. ما بين الضغوط الخارجية والضغوط النفسية في فلتر العقل التمييز، إذا لم يستخدم بطريقة صحيحة يصير الضغوط الخارجية موجودة في الداخل عند الإنسان. طب ممكن معلش يعني دكتور حتى باقي دقيقة في معنا في اللقاء، كيف ممكن نعالج هذا الأمر؟ يعني نحو التفكير، الضغوط كما ذكرت لقد خلق الإنسان في كبد، يعني الإنسان واقع في هذا الأمر، كيف يعالج تفكيره السلبي لأن يكون تفكير إيجابي؟ التفكير الإيجابي، ما هو التفكير الإيجابي؟ سؤالك أنا فهمت ما هو التفكير الإيجابي. التفكير الإيجابي حسن الظن بالله، حسن الظن بالذات،
حسن الظن بالآخرين، زائد أن المؤمن كيس فطن، يعني أي إنسان يجمع ما بين أنه هو كيس فطن فاهم الحياة وفي نفس الوقت يحسن الظن. يعني على سبيل المثال، معظم الناس تعصب إذا أحد غلط عليها. لو سألته بموضوع الرغبة، يعني أنا ذكرت ولي قلت أنه الرغبة تولد سلوك، ممكن واحد يسأل الآن يقول كيف سلوك العصبية يكون عندي رغبة، أنا ما أبغى أعصب. فكلمة رغبة تعني لو سألت أي إنسان عصب في أي موقف تم الغلط عليه تقول له ليش تعصب؟ يقول لك عشان أخذ حقي، عشان أثبت نفسي، ما أبغى اللي قدامي يغلط علي عشان أخذ حقي. ليش بتأخذ حقك؟ عشان أرتاح. كلمة أرتاح هذه هي الرغبة. طيب سؤال، أنت ليش عصبت؟ لأنه هذا قليل أدب مثلا، أو هذا غلط علي. طيب في الحقيقة أنت فكر في الموضوع، ليش غلط علي؟ غلط علي لأنه ضعيف، الشخص القوي ما يغلط، هذا التفكير الإيجابي. طيب الشخص الضعيف هذا إيش يحتاج مني؟ أنصر أخاك ظالما أو مظلوما. فإذا ظلمني وهو ضعيف وهو أخوي، وكلنا في المجتمع هنا أخوان، في الحالة هذه أنا أنظر بنظرة رحمة والحب، أفكر أني أنا كيف أساعده أنه ما يغلط، لأنه لو فكرت أني أساعده كيف ما يغلط هو حيكسب وأنا حكسب. أنا تجاوزت مرحلة النغضب وهو أيضا تغير ممكن. يا سلام. بعض الناس يفكروا بطريقة إيجابية ثانية، هذه طريقة تفكير معينة، طريقة إيجابية ثانية. في بعض الناس دائما يفكر يقول لك أنا ما عندي وقت أزعل أصلا أو أعصب، الحياة قصيرة وأنا مشغول أبني حياتي لدرجة أني ماني فاضي أعصب من أحد. يا سلام، هذا ما نحتاجه والله. يا سلام. فهي نظرة للحياة. الناس اللي تغلط تحتاج مساعدة. فإذا فكرت بهالطريقة صار عندي رسالة. إنما لما يكون كل همي نفسي، يعني أنا الآن جالس أتكلم ترى من ناحية أخرى على مفهوم الحب. كثير من الناس بالنسبة لهم الحب حتى بين الأزواج أو الأخوان أو الأصدقاء، الحب له منظومة الحياة أخذ وعطاء. منظومة الحب تقتضي العطاء فقط، والله سبحانه وتعالى هو أكثر حبا لنا بعطائه ما يحتاجنا. فإذا احنا برمجنا عقولنا على الحب هو العطاء تختفي المشاعر السلبية. أكيد. أنا والله يعني انتهى الوقت من فترة، لكن ودنا في مواضيع أيضا أخرى حتى نتطرق عليها، حتى نفتح الموضوع بشكل آخر، لكن إن شاء الله تجمعنا لقاءات قادمة. وأنا سعيد فيك أستاذ. أنا سعيد فيك في الأخوة السميع. الله يخليك. شكرا لك. الله يسلمك. إذن مشاهدينا الكرام، بجلسة المستشار نختم هذه الجولة من برنامجنا يوم جديد، ولقاؤنا يتجدد بإذن الله غدا يوم الخميس. إلى ذلك الملتقى، نستودعكم الله في أمان الله. أشرقي يا شمس هنا باشتياق للصباح، يومنا يوم جديد شق أثواب الكفاح، غنت الأطيار لحنا عانقت وجه السماء، تبعث الشوق إلينا عبر ألحان الغناء، كلنا فل جميل ووئام وسلام، ننشر البشرى بفجر جاء من بعد الظلام، جاء من بعد الظلام.